مد رجليك. لك يا ابني انت فوق وجعك ملبك حالك بالمشي، الشحاطه ليش مخلي الخيط تبعها رابطها ببعضها؟ دكتور هي اللي باعني الشحاطه الله يلعنه غشاش. ليه؟ باعني اياها خيطه قصير ما بمشى فيه، بدي رجعها اشتري شحاطه خيطه اطول مشان اقدر امشي. لك يا حبيبي هذه عادة الشحاطة عند البياع لما بتكون جديدة صحيح بيبقوا رابطينها بخيط، لكن لما بيشتريها واحد يلبسها بيقطع الخيط ليقدر يمشي. دكتور إذا قطعت الخيط ما بيعود برجع لي إياها وبيعطيني واحدة خيطة أطول. اصطفل مثل ما بدك الحاصل. آخ دخيل الله دخيل الله. على مهلك على مهلك، طول بالك يا ابني. يا خلتي خذ نفس. شكرا دكتور شكرا. خذ نفس. شو شكرا؟ ممنون دكتور ما في بالعادة. لك شو ما في بالعادة، خد نفس عم أقلك. دكتور ما بشرب أرجيلة، وين جاي تعلمني على أرجيلة؟ مو أرجيلة، خد نفس شهيق وزفير، يعني اعمل شهيق وزفير. شهيق وزفير شهيق وزفير شهيق وزفير. لك لا لا شهيق وزفير يعني تنفس بدون حكي. ايوة سعول كمان كمان ما عاد معي. سعول خلصوا السعلات معي. سعول ما شاء الله سعلتك مدوزني كمان. ايه دكتور طول الليل مباري عم بتمرن على السعلة. سطح لشوف سطح على ظهرك. يا الله بس ندولي على مهلك. اخ يا بي شو ها واقف لشو لك جع السطح. اخ يا لك عود. اخ يا بي لك شو هاد في خشخشة ببطنك؟ ايه دكتور بالع عاش اسمه دزينتين معالق شاي. دزينتين معالق شاي ليش بلعوا؟ لانه الصيدلي اللي اعطاني شراب مشان السعلة. ايه الفرمشاني شراب مشان السعلة فهمت شلون؟ ايه قال لي خود كل يوم 3 معالق شاي. ايه بقى كل عم باخد كل يوم 3 معالق خلصوا المعالق من عنا من البيت والسعلة ما راحت. شو هالادوية هي؟ صحيح لا شو هالبني ادمين هي؟ يا بي دخيلك بصير. دكتور بالمناسبة ايه في عندك دواء للبسامير شي؟ ايه طبعا رجلي عم يهلكهم بسامير. بسيطة لشوف ورجيني شلح. عم بحسن بمشي من البسمار دكتور. شلح لي جرابتك جراباتك لشوف. وفليش هيك هي الجرابة فاتحها من هون؟ هاي دكتور الموضة تبع السنة. الموضة يعني انت فاتحها قصدا؟ انا فاتحها دكتور. هذا الزمان اللي فتح جرابتي. يا لطيف ارحموا عزيزة قوم انزل. بسيطة الله وملزقة كمان يا بي. شلح لي الثانية. الثانية ما بتنشرح دكتور. اوف ليه؟ مرسومة رسم. لك ايه والله راسمها؟ هاي جرابة نفسية بسيكولوجية. ها اخ ورجيني لشوف. اخ يا بي ما في بسامير برجليك يا ابني؟ دكتور مو برجلي البسامير لكان شحاطة. شحاط؟ عم بتضايق كتير. ايه هي عند سكافي بالداوية. اخ يا بي شو مضروب شي من رجلك انت سابقا؟ في كدمة هون عند كحلك. لا دكتور مو كدمة هاي. لكان هاي غمازة. غمازة؟ ايه غمازة بالرجل؟ لانه لما امي كانت حبلة في ايوه شافت ولد حلو له غمازة هون توحمت عليه فهمت شلون؟ توحمت عليه وحكت رجله. انا طلع لما خلقت انا طلعت الغمازة برجلي وطلع لي بسمار بخدي. شوف يا حبيبي يا حبيبي. اخ يا بي شو هالبني ادم يا خلتي. اخ دخيل الله دخيل الله. ودلي رجليك لشوف. انا بعتقد حذرت شو معك. حذر شو معي؟ انا بعرف شو معك يا بنتي. جيبي لي المرهم اف 12 اذا بتريدي. اخ يا بي حذرت دكتور. شو معك يا سيدي؟ معك حزير. انت عجزات معي 3 ليرات و20 قرش. لك يا ابني عم اقول لك شو معك. انا شو معك مرض يعني بقصد. ايه هذا معه روماتيزم او عرق الانسر. يا اخ يا بي دخيل الله. انت حظك كبير. شو اسمك انت عمو؟ غوار. شوف يا سيد غوار انت حظك كبير، اجاني اليوم مرهم مسكن للاوجاع. ايوه بشكل سريع جدا يعني بلحظات بتلاقي زال الالم كله. ان شاء الله دكتور بهمتك. طول بالك ما لنا غيرك دكتور. ها اخ يا بي اخ طول بالك انت ضويج. اخ يا بي اخ ضويج انت. اخ ولي لا تخاف لا تخاف. اخ يا بي انت قلت لي اسمك غوار؟ نعم ابن مشعل الطوشي. بنتشرفنا. ايه شو بتشتغل انت عمو؟ انا بشتغل عند ابي دكتور. عند ابوك؟ ايه وابوك شو بيشتغل؟ بطال ما عنده شغل.
أريح. أخ يا بي وين تركتني ورحت؟ شلون شايف هلا المرهم سكر؟ لا الله وين تركتني ورحت يا بي؟ وين راح أبوك ليه؟ طلع على الضيعة غري قلبه على حمارة تبعنا. إيه باعتبار حمارتنا دكتور عم تلد. إيه بدها تخلف إن شاء الله عقبال عند عرسانك دكتور. ما في مثل الأولاد، من خلف ما مات. صح، خصوصا إذا خلفه مثل حكايتك.